كلنا نعرف عليه الحجار المطرب والممثل والملحن، كلنا نعرف عم صلاح عبد الله الممثل والشاعر والمطرب ايضا. ايوه ده حقيقي. فلو هما الاثنين بكل جوانبهم الفنيه المتعدده تدبيسه جميله جدا اتنافسوا مع بعض، يستحضروا بقى كلام واغاني، عايزين يألفوا أغنية، هم أحرار، بس المهم إنه الكلمة اللي تطلع على الشاشة يجيبوا منها أغنية ما قديمة أو جديدة. شباك أو شبابيك، محدش يغشش. الحلوة داير شباكة خضري باكة وأنا في البساتين، الحلوة دي شباكة الله يحرس الله يحرس الله ست الحلوين الحلوة. الكلمة اللي بعدها الشوق. الشوق 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 سهرني الشوق الشوق سهرني الشوق الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني. الله الله الله. طب النقطة دي بقى تروح لمين؟ لا 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 عم صلاح هو اللي اخترعت موقفك حرج يا استاذ علي. ليه؟ استاذ صلاح عبد الله بيهدد نجوميتك الغنائية. انا قلت لك انا مش سريع في الحاجات دي. ماليش فيه. اللي بعديها بص يا عم صلاح. فرح فرح فرحة فرحان. ايه مدام سفر بشرف العيد فرحة أجمل الفرحة سعدنا بيها هوبا 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 سعدنا بيها لا 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 سعدنا بيها ليلة ليلة حلنا ليلة بعد العيد يلو معانا غنوا قولوا معانا قولوا يلو معانا غنوا قولوا معانا قولوا يا رب افتح حته واطرح فيها البركه وزيد يا العيد وكان العيد يا العيد وكان العيد. وصلوا معانا اجيب اتشرفت. تحفه تحفه. يلا اللي بعده. عم صلاح ادائك عظيم الله يبارك لك. شاطئ شط يا اسكندراني يا اسكندراني يا اسكندراني شطك ندهني والموج رماني يا اسكندراني بحرين عيونك الله يصونك شرقت منهم عطشت تاني يا اسكندراني يا اسكندراني يا اسكندراني. كرسي على الشط واقعد طول زمان
اسكندريه يا مجنناني. الله 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 يا استاذ علي. استاذ علي مش يعني شويه هو يقول كلها. ايوه الكلمه اللي بعدها ضحكه ضحكه ضحكتك ضحكتي ضحكتنا هو في حاجه اضحك لوجه الله وفردها يا اخينا ده كله حياه مصطفى قمر السنة اللي فاتت. مصطفى قمر مصطفى قمر بتاعنا. ايوه بتاعنا كلنا. بتاعنا. تحية كبيرة جدا للجميع. مصطفى قمر القمر. طبعا. وحازم المويفي اللي كان. بص هو علي الحجار اخذ النقطة بس ده ما يمنعش انك تختار حاجة من الاثنين فيهم ضحكة. يا اما علي الضحكاية للاستاذ هاني شاكر يا اما اضحك كركر للاستاذة ليلى مراد. علي الضحكاية علي اللي اللي يا مو الضحكاية حكاية يا مو ايايا اصبر معاك بالدنيا علي علي الحجار. يلا قلب قلبي قلوب كتير قلوب طبعا قلبك في قلب الليل بقى يا ممكن سلام. ممكن طبعا طبعا قلب الليل وعزف الصمت متهادي كموج النيل في قلب الليل وبرد الخوف بتكتك سنان الخيل في قلب الليل وعزف الصمت متهادي كموج النيل في قلب الليل برد الخوف بتكتك سنان الخيل وما في حد في الشارع سوى مهرة ربط كازع وما في حد في الشارع سوى مهرة ربط كازع في شجرة صمت وانا والصمت وبرد الليل وخوف الليل. اخر واحده اخر كلمه يا اما هيبقى تحقق التعادل ما بين النجمين يا اما هتخلي استاذ علي الحجار يحكم على عم صلاح عبد الله. ماشي او ما ينفعش احكم مش لما تغلب اغلب ازاي ياسمين هاي ملعبك اهو ملعب ياسمين
مش اشتغلت معاها فيلم خلاص مين عبد العزيز حبيبتي الدادا دودي اشتغلت معاها كتير الدادا دودي وقمر قمر جميله الجميله الثلاثه يحبونها قمر قمر لا ياسمين حد مهم في حياتي كمان ياسمين عبد العزيز قمر ايه ليه احنا كنا يعني قريبين او يعني عملت بنتي كتير كذا بره وكان يعني الثلاثه اشتغلناها بنتي ومش عارف جوازها ميري او حاجه كده بنتي وفي مسلسل مش عارف ايه برضو طالعه بنتي وهي بتحبك قوي يا عم صلاح هي بتحبك قوي كمان حبيبتي يعني حسب معلوماتي هي بتحبك قوي كتحيه كبيره لحبيبه قلبنا ياسمين عبد العزيز طيب اغنيه بقى اغنيه فيها ياسمين يا وردة على فل وياسمين الله عليك يا ابو رحنا يا وردة على فل وياسمين الله عليك يا طب رحنا قبرنا لا عندنا قربنا لا عندنا خدي وردة يا بي خدي وردة على فل وياسمين الله عليك يا قمر حنا وردة على فل وياسمين الله عليك يا قمر حنا قرب هنا تعال هنا قرب هنا هنا تعال هنا خد وردة يا بي خد وفل يا بي حلوة وإيقاعية وجميلة دلوقتي أنا هسأل الفرقة الموسيقية مش الجمهور دلوقتي إحنا وصلنا لحالة التعادل نكتفي بهذا القدر ولا نجيب كلمة تبقى فيصل عشان في حد يتحكم عليه في الحلقة دي كلمة كمان الفرقة عندها حق لازم كلمة كمان أهي فرقتك أهي يا أستاذ علي بات مغلوب ولا بات غالب ماشي آخر كلمة أمر مرغم بتغشش انا اللي بالامر المحال اغتوى يا قمر ليه فين الازمه بيقول يا عم صلاح سبت بقى انا اللي بالامر المحال اغتوى شفت القمر نطيت لفوق في الهوى انا اللي بالامر المحال اغتوى شفت القمر نطيت لفوق صلاح جهيم صلاح جهيم الجميل احنا دلوقتي بعد النقط نعلن فوز الاستاذ الفنان النجم علي الحجار ولازم يحكم على عم صلاح احكم بقى احكم اللي خاطر على بالي دلوقتي ها يا تقول لنا قصيدة من القصايد اللي انت بتكتبها يا تقول لنا نكتة حلو اختار زي ما انت عايز لا هقول لك حاجة اهديها لمونة معلش انا بقول لك مونة في العالم يا حبيبي ده انا ليه اختارك يعني من غير ما ده مونة لا يا عم صلاح انا بقول لعلي علي عارف علي ما يكلمنيش انا بقول له يا استاذ طبعا طبعا انا اهو طلع ايه عايز مع انه اصغر مني بست شهور ايه ده؟ والله يعني انتوا ادوار تقريبا ايوه هو عمل برنامج طلع فيه دايما اسمه عم صلاح فالناس اتهقلها انه كده انا اكبر منه فعلا بست شهور بس ست شهور بس بتقول له عم صلاح بقول له يا استاذ ما بيقوليش الا يا استاذ وانا مصر اقول له علي او انا احب اطلع اصحاب علي يا علوه يا علولي على امل انه يبطل الاستاذ دي مفيش فايده زي ما كنت بتحرجني انت استاذ انت قصدك تحرجني لا والله انت استاذ انا عايز اقول لك يا استاذ يا نجم النجوم اقول
اصل هي بالمقامات مش بالسن. يا حبيبي يا حبيبي طبعا. انا اكتشفت حكايه السن دي في عيد ميلاده. عيد ميلاده 65 بيعزمني. انا اقول لك انا نفسي النبي صلاح عارف ظروفك وبتاع بس انا نفسي تيجي عيد ميلادي. قلت له عيد ميلادك كام؟ قال لي 65. وجبت قنوات تلفزيونيه وصحافه واصحابنا الممثلين والمتابعين وكل بس انت كنت اول مره 65. قلت له يا علي انت اكبر مني ولا ايه؟ قال لي انا اكبر منك. كنت فاكر يعني عشان بيقولوا لك يا عم صلاح انك اكبر واحد في الدنيا كلها اكبر واحد فينا يعني. لا فطلع علي هو علي اكبر مني بست اشهر. العظيم في علي بقى ما حدش بقى يقول سنه حتى الرجال على فكره وبالذات الفنانين يعني ما بيحبوش يقولوا علي على طول معترف. انا فخور باني قضيت حياه فيها فن طبعًا كويس طبعًا. قابلت فيها بليغ حمدي وفؤاد حداد وسيد بكاوي والموجي وكمال الطويل والابنودي وعمار الشريعي وعمر قايرت وياسر عبد الرحمن واحمد فؤاد نجم واحمد الحجار يعني وجمال بخيت وجمال بخيت وابراهيم يعني قابلت وصلاح عبد الله وصلاح عبد الله يا علي اهم من كل دول يعني. فتاريخ في مليان حاجات حلوه قوي. صح.